الموش طابا قلب الموش طابا وارفع شارة الانتصار وارفع شارة الانتصار وللتجار تحية وارفع شارة الانتصار وللتجار ها هي السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نظمت نقابة الوطنية للتجار المهنيين وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 20 يناير 2024. هذه الوقفة جاءت بعد عدة لقاءات ماراثونية مع السيد عامد إقليم الخميسات والسادة رجال السلطة مدينة الخميسات. هذه اللقاءات هذه للتجار أعطى فيها السيد عامد إقليم أوامر ديالو بإخلاء الشوارع ديال المدينة. كما كتعرفوا أن شوارع المدينة كلها تسدات، المدينة كلها عمرات، السونتر ديال المدينة ما بقاش الناس فين يدوزو، الساكنة كتشكى، التجار كيتشكاو، وكذلك التجار اللي عنوا على الإفلاس ديالهم. واحد المجموعة كبيرة ديال التجار اللي سدات المحلات ديالها والتاجؤوا تا هما الفراشة ولا بقينا ساكتين وغاديين بهذه الطريقة هذه، راه اليوم ولا غدا راه الإقليم المدينة ديال الخميسات كاملة غادي تمشي. لهذا درنا عدة لقاءات كما قلت لكم مع السيد عامد الإقليم، وعطى التعليمات ديالو لرجال السلطة اللي التحقوا الجدد. إلا أنه للأسف الشديد رجال السلطة اللي التحقوا الجدد ما أداوش العمل ديالهم، كاين تهاون، كاين تماطل، كاين وعود كذبة. عبد الربي كمسؤول داخل الجهاز النقابي ديال الوطني للتجار المهنيين عضو المكتب التنفيذي قمت بعدة اتصالات مع القائد ملحق الإدارية الثالثة، إلا أنه قال لك أنا ما غاديش نخدم وما غاديش نخوي الشوارع، هكا قالها لي شخصيا. وهذا هادشي ما كيشرفش وزارة الداخلية أن مسؤول أنه يقول هذا الكلام هذا. لهذا كنطلبوا من السيد عامل إقليم التدخل العاجل لفك الحصار المضروب على أعناق التجار والمهنيين. وحنا هذه مدينتنا إذا ما كانت غير عليها احنا ما عندناش إشكال مع الباعة الجائرين، بالعكس الباعة الجائرين فيهم خوتنا فيهم العائلات ديالنا، كنطالبوا بأنهم حتى هما يعيشوا في واحد الظروف اللي تكون مزيانة. حتى هما كاين محل، كاين دابا السوق النموذجي اللي دار ديال الباعة ديال الملابس الجائزة، هو دار تقريبا 4 سنين هذه وباقي مسدود.
الناس دارت القرعه خداو المحلات ديالهم، ودابا هاد المحلات ديال السوق النموذجي ولا ديبو، الناس كيحطوا السلعه ديالهم كتولي ديبو في الليل في الصباح كيخرجوا عندهم الدو فابور، عندهم كلشي فابور تمايا. علاش هاد الناس ما يلتحقوش؟ حنا ايدينا ممدوده في اطار المقاربه التشاركيه، حنا ايدينا ممدوده ونساعدوا مع هاد الناس هادي ونعاونهم حتى هما يوليو تجار، ولما لا غدا يوليو منضوين تحت اللواء ديالنا وندافعوا عليهم. هذا هو المقصود. هذه مدينتنا غنى غير عليها، كنتمناو من المسؤولين يديروا يدينا في يديهم ونتعاونوا جميع. وشكرا للمنابر الاعلاميه اللي حضرت معنا هذه الوقفه الاحتجاجيه، وتحيه لكم جميعا. وللتجار تحيه وبها الهزم اعادي اشارات الزيرو قول القايد ها هي اول اشارات الزيرو قول القايد ها هي مدينه خبيسات ايتما دي السماء ازول في اللون ما يعيشه القطاع التجاري والمهني حاليا من ظروف مزرية ومشاكل ساهمت فيها عدة جهات، أهمها الحصار المضغوط على المحلات التجارية الذي دام لسنوات عدة من طرف الباعة الجائلين، مما نتج عنه إفلاس العديد من التجار والمهنيين. فهذه الشريحة المجتمعية رغم مساهمتها الهامة في خلق الثروات في ميزانية الدولة بالضرائب والجبايات لم تنل حقها ولم تكن محطة عناية كباقي القطاعات الأخرى، حتى جاءت المبادرة الملكية السامية لتعميم التغطية الصحية على التجار والمهنيين التي نعتبرها مكسبا حقيقيا وورشا ملكيا نتمنه ونعتز به ونفتخر به. إخواني أخواتي، أصبحنا اليوم نعيش بين سندان وإكراهات غلاء المعيشة وغياب برامج إنعاش القطاعات التي نمثلها، مما تتطلب منا التدخل لدى جميع الفاعلين من خلال عقد لقاءات ماراثونية مع السلطات المحلية وعلى رأسها عامل إقليم الخبيسات. عامل إقليم الخبيسات أعطى تعليماته بإخلاء الشوارع والتحاق الباعة الجائلين بأسواق النموذجية التي شيدت تحت مبادرة وطنية للتنمية البشرية، ولكن نفاجئ دائما بتماطل وتهاون رجال السلطة الجدد اللي التحقوا مؤخرا التمسنا في يوم الخير إن أنه العكس ليوقع. تهاون رجال السلطة بأداء عملهم وما زاد الطين بلة التصرفات اللامسؤولة والصبيانية لقائد الملحقة الإدارية الثالثة. إن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخبيسات تعتبر شريكا أساسيا في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع في إطار المقاربة التشاركية التي أوصى بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ونحن دائما يدنا ممدودة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة وتمكين القطاعات الاقتصادية من المساهمة في خلق الثروات وفرص الشغل وتحقيق التنمية المنشودة. إخوان تجار، نحن اليوم ادينا الوقفة ديالنا وكنطلب من الإخوان أننا نفرقوا، حتى كتعرفينا أنها وقفة سلمية وكتعرفين أننا تجار ومنظمين هذه وقفة سلمية. إن شاء الله من بعد تقريبا أسبوع إلى أسبوعين غنعطيو الفرصة لرجال السلطة أن اليد ديالنا مازال ممدودة، أنهم يخوين لنا الشوارع، الحصار مضروب، وخصوصا أننا مقبلين على شهر رمضان شهر العبادة والغفران، وكتعرفوا الزناقي كيكيلو عامرين. لهذا كنطلبوا من السيد عامل الإقليم التدخل العاجل لفك العزلة والحصار المضروب على أعناق التجار. كذلك كنطالبوا بفتح حوار جد ومعقول لإيجاد حل المشاكل الأخرى كمشاكل القطاع ديال شاحنات نقل الرمال اللي تاهما ضربوا الإفلاس
وعندهم الكميات ديالهم الان راهم مقبوطين، وكان كنطلبوا كذلك مشكل ديال سوق الجمله، المشكل ديال لافيراي، لافيراي اللي كنا حنا السبب انهم يترحلوا من سوق التلات ويمشيو للمقر ديال لافيراي ديالهم اللي في تقريبا في اي طلحه. هاد الناس هادو راه حنا تقريبا اللي شردناهم، حنا اللي وصلنا لهم ديك الحاله، ومن بعد اجتماعات ماراطونيه مع عامل الاقليم ومع رجال السلطه اتفقنا على اساس تحييد داك الكابلي ديال موين طونسيون لهذه مده ديال 10 سنوات، ولكن للاسف في الاسبوع الماضي كان واحد الاخ ديالنا اللي تصاب طاح فوق الكاميو وجراتو ديك لا موين طونسيون وتصاب الله يستر بالشلل، والسيد الان راه في ظروف مزريه. لهذا نطالب كذلك من السلطات المحليه والاقليميه وعلى راسهم عامل الاقليم ايجاد حل لهذه الشريحه المجتمعيه. وكنشكروا اخوان على الحضور ديالهم ولا الوقفه، ومن هذا الباب هذا كنشكر المنابر الاعلاميه اللي حضرات معنا ابناء الخميسات اللي كنشكروهم على اللي دائما كيدعمونا ودائما كيوقفوا معنا، جزاكم الله خيرا. وشكرا كذلك للمنظمات اللي حضروا معنا وساندونا، كنشكروهم على المسانده ديالهم، وتحيه للاخوان، وكنطلبوا منهم انهم يفرقوا هاد المجمع هذا ويخلوا على خير، ولا يكون التواصل ان شاء الله. النقابه الوطنيه. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.